لو هتدوني مال الدنيا لا مش هطلع مع رامي. رامي؟ اه. لو هتدوني مال الدنيا لا مش هطلع مع رامي صح. بس انتي واحد فيها كان عايز يتقدمي على الهوا. قلت له بقى خلاص ايه بقى الموضوع؟ هي مشوفه جدا لان اول تقييم ليا من هنا كنت مره كل مره باجي هنا كنت باخد جائزه احسن ممثله فاول مره اخد تقييم من غير عمل تقليدي. هو فيلم انا والفنان ميدو رومانتك كوميدي وبعمل مسرحيه للاطفال وفي كذا حاجه بنقراها بس لسه ما يعني لسه ما قلناش اوكي. دايما بعمل ده هو اول مره في حياتي اعمل ريام سعيد. لا تدعمي كل اي حد زعلان او كده بتدعمي عشان انا مريت بده فطبيعي طبعا انا حاسه بيهم من كل واحده. فدلوقتي انا ما قدرتش ادافع عن نفسي ساعتها دلوقتي بدافع عن سعيده جدا. مهرجان المركز الكاسبيكي بالنسبه لك ايه اكتر 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 حاجه بحبها في كل المهرجانات في كل وايه رايك في المعايير ايه جايبين معاليها في كل الافلام؟ بصراحه هم فيري فير واذكياء قوي وبيختاروا الحاجات الصعبه. المركز الكاسبيكي للسينما بيفكرك بالسينما حضرتك قدمتيها. انا حتى المحطات والافلام بتاعت السينما طال اصطناعي والديكور كان هنا. دايما الحريه بتدعم الفنانين خاصه كان اخر حاجه دايما الحريه بتدعم الفنانات وخاصه كان اخر حاجه دعمك ريحان سعيد فدايما كلمينا عن دعمك دايما لانتر. دايما بعمل ده هو اول مره في حياتي اعمل ريام سعيد. لا تدعمي كل اي حد زعلان او كده بتدعمي عشان انا مريت بده فطبيعي طبعا انا حاسه بيهم من كل واحده. فدلوقتي انا ما قدرتش ادافع عن نفسي ساعتها دلوقتي بدافع عن بس المحطات دايما دايما واعتذر وانا المحطات السينمائيه اللي بتحدث فيها في يعني احنا كده وقعنا كتير بعد كده انتاجه جامد يعني الاميره ذات الهمه و بعد اذن حضرتك مزاجه يعني انا محتاج انتاج كبير يعني. ايه رايك في التعاون المصري السعودي في المجال السينمائي وشايف ان ده ممكن يعني يدعم الفن المصري؟ بصراحه هي حاجه جديده بالنسبه لي انا لسه ما رحتش السعوديه بس يعني يمكن يبقى في شغل هناك ساعتها اقول لك عشان انا ما رحتش هناك فما اقدرش اقول لك الاجواء هناك عامله ازاي.